أهلا بحضراتكم مشاهدين الكرام مرة أخرى. سجلت البعثة المصرية رقما جديدا في عبور بحر المانش في زمن قدره 12 ساعة ودقيقتين، وذلك تحت رعاية وزارة الشباب والرياضة. واستطاع اللاعبون أعضاء البعثة عبور المانش وتحقيق إنجاز جديد للرياضة المصرية، وذلك بمشاركة كل من السباح محمد الحسيني من ذوي الهمم والسباح أحمد أسامة والسباحة شرويت حافظ وسباحتين ألمانيتين بقيادة الكابتن خالد شلبي السباح العالمي وقاهر المانش. خلوني مشاهدينا الكرام بداية أرحب بضيفي المشرفني النهاردة في استوديو مصر كل يوم الكابتن خالد شلبي قاهر بحر المانش وقائد الفريق الذي عبر المانش ورئيس بعثة المصريين السباحين بالخارج. أهلا بحضرتك يا فندم. أهلا. بداية يا فندم، طبعا أنا أشعر بفخر كبير وأنا قاعدة قدام حضرتك الحقيقة، وحضرتك يعني حصلت على رقم قياسي وفكرة الحياة رائعة. بداية يا فندم، بداية تكوين فريق يعني يجمع بين الأصحاء وذوي الهمم أو القادرين باختلاف. طبعا جاءت الفكرة عندما تم التواصل ربما مع الألمانية دينكن، وهي كانت يعني لها إعاقة حركية سنة 2018، وطلبها من حضرتك الكابتن خالد شلبي الانضمام لفريق بحر المانش. بناء على هذه الفكرة العظيمة والمهمة، كيف تم تكوين هذا الفريق المعتمد على المزج بين الأصحاء وبين ذوي الهمم، وأيضا هو يعتبر فريق إلى حد كبير متعدد الجنسيات، وطبعا ده شيء بيميزه. تفضل يا فندم. الفكرة جت من سنة 2018 لما السباحة الألمانية بعتت لي إيميل بتطلب مني أنها تشترك معايا في أي عمل بنعمله. نعم. إحنا من سنة 2013 من بعد ما ربنا كرم البلد دي الحمد لله بأن بلدنا بقت على الطريق الصحيح. صحيح. والحمد لله ابتدينا نعمل إيفنتات دولية كل سنة. بنجيب سباحين أجانب من بره من ذوي القدرات الخاصة والأصحاء. نعم. علشان خاطر ندمج ونمزج ما بينهم ونقول للناس بره في العالم كله دي حضارة مصر، نحن بنتعامل كلنا واحد، ما فيش فرق بين ذوي الهمم والأصحاء. وعملنا إيفنتات دولية وعملنا علم مصر 5 كيلو يتفرد على وش المية. رائع. والسباحين الأجانب فردوا العلم. وجبنا طارة الهليكوبتر. ده كان في فرنسا يا فندم؟ لا، ده كان في البحر الأحمر. في الغردقة. في الغردقة. في البحر الأحمر. كنا بنجيب الناس من بره من 2013 علشان خاطر نقول للناس ان مصر بلد الامن والامان. تمام. وان احنا ما عندناش مشاكل خالص وان انتم ممكن تيجوا. وكنا بنشجع السياحه الرياضيه عشان نغير من شكل المنتج السياحي لمصر ونعرف الناس صوره مصر الحقيقيه اللي بتحصل ايه فيها. للاسف طبعا بره ما يعرفوش حاجه عن اللي بيحصل فعلا، بيجي لهم بس الصوره عن طريق بعض الاعلام الاوروبي السلبي. الاعلام الاوروبي هو اللي بيبعت لهم الكلام بره. فاحنا قلنا لا، ده انا هشتغل الكلام ده وهنزل مصر. انا كنت عايش في انجلترا بقالي 18 سنه. جميل. فنزلت عشان اعمل ده في بلدي، وجبت في اول سنه 67 سباح ولاعيب كره ميه ووتر بولو. تاني سنه جبنا 267 سباح. ثالث سنه كنا بنفرض علم مصر في قناه السويس الجديده. الله. مع 12 ولد من ذوي الهمم. صحيح. وكان من ضمنهم السباح محمد الحسيني. جميل. 2017 عملت اول محاوله للبطل محمد الحسيني اللي قعد فيها 7 ساعات، هي ما كملتش لكن كانت الاولى منوحه في العالم ان سباح داون سيندروم يقدر يقعد في درجه حراره ميه 17 ويعمل 21 كيلو. بعد كده لما جت التواصل مع السباحه الالمانيه دينكنز تينا دينكنز، فقلت لها اوكي اهلا وسهلا بيكي في مصر. قالت لي في عندي كمان سباحه تانية اللي هي انجي. سباحه تانية غير دينكنز. غير دينكنز. ايوه اسمها انجي، عندها اعاقه ذهنيه. نعم. قلت لهم اهلا وسهلا بيكم، اعاقه حركيه، اعاقه ذهنيه، اصحاء كلنا واحد. جميل. هنتجمع كلنا في مصر ومصر هتكون هي القائد والحاضنه ليكم. صحيح. وتعالوا اهلا وسهلا. جبتهم في الغردقه في 2018 عزمتهم. وجبنا كمان فريق من السعوديه لذوي الهمم والاحتياجات. نعم. الخاصه عشان نحاول نعمل تتابع مصري عربي اوروبي نطلع. جميل. بيه ونقول لهم ان مصر هي اللي بتقود هذا عشان الكلام ده يسجل لبلدنا بره ان احنا الحضاره بتاعتنا والكالتشر بتاعتنا ليها ثقل.
احنا معنا فيديو دلوقتي سريعا اهو بيعرض يعني مدى مهارة بصراحة السباحين. كلمنا عن الفيديو ده يا فندم وعن السباح او السباحة. هو السباح مش كده؟ ده انا ده حضرتك ده يا فندم. ده حضرتك. ده انا في التتابع الاخير بتاع 6/8. كنت ده كان سنة كام يا فندم؟ ده السنة دي في 6/8. في اغسطس 6/8/2022 اللي هو عمل فيه اللي عملنا فيه ال 12 ساعة. الله رائع. انا كنت بختم ال 12 ساعة وكنت داخل على دخلت فرنسا. جميل. داخل خلاص الشاطئ الفرنسي قدامي. تمام. لكن فضلت واقف في المية بعوم كده وبحاول اريح عشان ادي الفرصة للسباح محمد الحسيني. محمد الحسيني اللي هو عنده الاعاقة الذهنية مع سباح صحيح اسمه احمد اسامة. عشان اديهم علم مصر ينزلوا بيه وهم يرفعوا العلم على هم اللي يرفعوا العلم. لان ولد عنده 23 سنة وواحد عنده 21 سنة. لما يرفعوا علم بلدهم ويحسوا بقيمة رفع علم مصر على بلد أوروبية. طب كلمني يا فندم عن شعورهم. يعني حضرتك بتتكلم في لقطة هي تعتبر لقطة مهمة جدا، لقطة إنسانية، لقطة وطنية فيها أسمى معاني الإنسانية وأسمى معاني القيم الحية، لو حبينا والانتماء والولاء. إذا حبينا نتكلم عن هذه اللقطة الرائعة، كيف كان إحساس هؤلاء عندما رفعوا العلم المصري خفاقا؟ يعني راية العلم المصري طبعا طبعت على التفاؤل والتفاخر في مثل هذا الموقف، كان شعورهم إيه؟ أنا يكفيني الأولاد اللي كانت بتعيط وبتقول تحيا مصر من قلوبها. الله. لما تقول كلمة تحيا مصر من قلبك فعلا وانت حاسس ان انت اشتغلت وتعبت وبتقول تحيا مصر من قلبك، دي فعلا بترسخ فينا قيم ومبادئ وجدعنة ورجولة، بتخلي الأولاد دول ينقلوا الصورة دي لبقية الأولاد في المدن والمحافظات التانية. ودي الصورة اللي عايزين نوصلها للناس. صحيح. ان احنا كلنا واحد، لازم نتكاتف عشان البلد دي ونقف ورا الناس اللي موجودة. صحيح. عشان ربنا يكرمنا ونبقى بكرة أحسن بالنهاردة. العلم المصري يا فندم هو منور على الشاشة. الحقيقة لقطة للتاريخ. ده أحمد أسامة. أحمد أسامة اللي لابس أخضر. ده أحمد أسامة. محمد حسيني اللي هو اللي جنبه. وأنا اللي في القاعد. أيوة. وجنبي الكابتن شروت حافظ. كابتن شروت حافظ. شروت دي سباحة أولمبية، كانت في أولمبياد لوس أنجلوس 84. جميل. ومعايا بتساعدني في كل حاجة بعملها. والحقيقة يعني هي أول مساعد، يعني فكرة برضو وجود مساعد لحضرتك في هذا المجال، تعتبر برضو أعتقد أول مساعد من نوعه في هذا في هذا المجال. يعني لا، وكمان أنا خليت محمد الحسيني في الرحلة اللي فاتت دي يبقى مساعد لحضرتك. معتمد. في الاتحاد الإنجليزي لعبور المنش، معتمد مساعد مدرب للكابتن خالد شلبي للمياه المفتوحة وعبور المنش. الله. الحقيقة حاجة لأن أنا وأنا كنت بدربه وكنت بعلمه كل حاجة بتحصل إيه، بقول له إحنا ليه بنعمل كده، وكنت بكتب له زي الكتاب كده عشان يرجعوا في البيت لما يروح. طيب الصورة دي يا فندم، طيب علق لنا على الصورة دي. الصورة دي كنت دي فين والوضع كان إحنا قبل نزول المية، إحنا نزلنا المية الساعة 3 الصبح. أيوة. والدنيا ضلمة. كان قبليها بيوم قاعدين مع السباحين الألمان إن إحنا كلنا هنعمل أقصى مجهود تحت القيادة المصرية وتحت الرياضة المصرية وتحت علم مصر. كلنا هنتجمع تحت علم مصر علشان نعمل التتابع ده عشان يتسجل في التاريخ للدمج ما بين الأصحاء وذوي الهمم. وحضرتك يا فندم ممثل الاتحاد الإنجليزي للعبور المانش في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. ده أنا جريت عليه عشان أعمله علشان نبتدي ننوع المنتج السياحي المصري. الله. وأي سباح يجي من الشرق الأوسط أو شمال أفريقيا عايز يعدي لازم نعمله الإيفاليويشن، التقييم، تكون أساسه البحر الأحمر، محافظة البحر الأحمر، مدينة الغردقة. مدينة الغردقة. كلنا بنفكر إزاي كل واحد بيحب بلده بالطريقة اللي شايف اللي ممكن طبعاً تساعد. طبعاً. ونحط إيدينا مع بعض. يعني. والفكرة نفسها يا فندم، الفكرة نفسها فكرة رائعة، والحقيقة يمكن الحاجات دي مهمة جداً تسليط الضوء عليها، لأنها فعلاً إن دلت على شيء فإنما تدل على عظمة المصريين في الخارج وقدرتهم على التحدي ومواجهة الصعاب. يعني دي نقطة مهمة وتشرفنا كمان قدام. والحمد لله أنا الأولى إن كان معايا قيادة سياسية محترمة. طبعاً. علي الوزير الدكتور أشرف صبحي. يعني ربنا يكرمه فعلا. استطاع بمنتهى الصراحة انه يفهم افكاري، فهم افكاري جدا ودعمني وبسبورت ليا في حاجات كتير جدا جدا، وهو الحقيقة السبب اللي احنا موجودين في وعملنا الانجاز. طيب الصورة دي ذا انترناشونال ارايفرز، يعني دلوقتي ايه يعني احنا عايزين برضو حضرتك ده اول وصولنا انجلترا عشان نعمل محاولة عبور المنش. جميل. كان في استقبالنا بقى حلاوة المصريين في الخارج. البيت المصري بقيادة الأستاذ مصطفى رجب ومدام ماجدة صقر والأستاذ جلال دردير، دول البيت المصري في لندن. أي شاب مغترب أو إنسان مغترب في إنجلترا يقع في أي مقصق أو يكون محتاج مساعدة أو يكون هيعمل حاجة لمصر، بيكونوا أول ناس بتستناه في المطار. الله. ولما بيوصل سيادة الرئيس هم دول المصريين يا فندم، بيكون الجالية المصرية كلها واقفة على قلب رجل واحد مستنية معالي رئيس الجمهورية عند بيت السفارة المصرية بتاعنا عشان يعملوا سبورت
لبلدهم. الله. فالناس دي كنز، كنز جميل جدا جدا جدا. ربنا يديهم الصحة يا رب، ويا رب يكونوا سامعيني ويعرفوا ان فعلا في ناس بتحبهم في بلدهم. احنا لا نشعر بقيمة الوطن وقيمة تراب الوطن النفيس والغالي الا لما بنخرج بره، يعني بنشوف فعلا قد ايه مصر عزيزة علينا وعلى جميع المصريين سواء داخل مصر او بره مصر. طيب حدثنا يا فندم يعني او كلمنا بقى عن نشأتك الرياضية. بالتأكيد حضرتك قمت بدور كبير جدا ودور مهم ورائع الحقيقة ودور تاريخي. طيب اكيد وراء هذه العظمة نشأة رياضية ونشأة يعني تعتبر عظيمة، لو حبينا نتكلم عن بدايات حضرتك في المجال الرياضي، واعتقد كنت حضرتك بتمارس اكتر من لعبه. مظبوط. انا النشأة اصلا هي الاب والام. الاب والام. الاب والام هم يعني الله يرحمهم، هم الله يرحمهم. اللي حطوا البذره وعرفوني ان مفيش حاجه اسمها مستحيل، وان ايمانك بالله وان انت دايما تخلي عندك لو بروفايل، يعني تحني دماغك لربنا. الله. وتتوكل على الله في اي حاجه بتعملها. وتحب بلدك، لان الاعاقه الحقيقيه الوحيده اللي ما تقدرش تتشفي منها هي إعاقة حب الوطن. طبعا حب الوطن ده حاجة ما بتتعوضش. فالحمد لله زرعوا الحتة دي فيا من وانا صغير. كنت بعوم مع الأصحاء. مع الأصحاء. مع الأصحاء، ما أعرفش حاجة اسمها ذوي همم أو ذوي احتياجات خاصة. طبعا طبعا بالعكس، ده بيتفوقوا على الأصحاء. الهمة في القلب وفي العقل، عندهم القدرة على التحدي والقدرة على مواجهة المواقف. مظبوط. طبعا فالحمد لله كنت بعوم مع الأصحاء في نادي التوفيقية. وكنت باخد بطولات وبكسب وبطلع الأول في بطولة الجيزة للسباحة، ولعبت هاندبول كمان. عايزة بس حضرتك تعلق لنا، مصري يعبر المانش بيد واحدة. طبعا ده كان في العدد رقم 2025 لسنة 39 أو السبت 11 ذو القعدة 1403، 20 أغسطس 1983. ده كان بعد يومين من عبور المانش سنة 83. كلمنا يا فندم بقى عن انا الحمد لله كنت اول الخبر ده كمان اول سباح في العالم يعبر المنش بايد واحده. وحاله الشلل غير حاله البتر. الشلل جسمك بياخدك وبتنزل في الميه. ايوه. فبتشيل جسمك كله بايد واحده زي ما حضرتك شفتيني في الفيديو اللي فات. فكنت الحمد لله عملت 16 ساعه و22 دقيقه بدون توقف. 16 ساعه و22 دقيقه بدون توقف في درجه حراره ميه 17. ما بطلتش قلت يا رب، ما بطلتش قرايه قران. واقول يا رب طول ما انا عايم الحمد لله. ايوه. فالناس كانت بتقول لي انت عملت كده بقوتك ودراعك، قلت لهم لا، انا كل الوقت كنت بذكر ربنا. والحمد لله، ودي نصر من عند ربنا مش انا. نعم. دي كلها ربنا سبحانه وتعالى. فالحمد لله اتسجلت لمصر كاول محاوله في العالم لسباح من زاوي اللي عندهم شلل يعني. وبدراع واحده، وان يعبر المنش ويعمل 16 ساعه و22 دقيقه. طيب حضرتك كابتن خالد، سبق ليك عبور طبعا بحر المنش سنه 83 في 16 ساعه و22 دقيقه. لو حبينا نقارن بقى بين هذا السابق وبين المره دي، لما تم العبور اعتقد في 12 دقيقه 12 ساعة. وكام يا فندم؟ ودقيقتين. مظبوط. لا انا عملت حاجه في النص بقى قبل في النص قبل كده في حاجه تانية. انا عملت 24 ساعه سباحه متصله في حمام سباحه 50 متر. 24 ساعه متصله بدون توقف. لصالح تطوير ابحاث مرض السرطان في العالم. جمعيه الصداقه المصريه البلجيكيه بعتت لي سنه 86 علشان يجيبوا احسن 8 سباحين بيعوموا مسافات طويله في العالم. ايوه. وبنعوم 24 ساعه في حمام سباحه مغلق، الناس بتخش تتفرج عليك وانت عايم. بيدفعوا فلوس عشان يتفرجوا عليك. ايوه. الفلوس دي بتخصص لتطوير ابحاث مرض السرطان، مرض السرطان، عشان يتبرعوا بيها لتطوير ابحاث مرض السرطان. العمل عظيم والهدف اعظم. ده كرم من عند ربنا. صحيح. ان خلى ان السباحه اللي عندي يكون ليها هدف سامي اقدر اساهم بيه. طبعا طبعا. فالحمد لله طلعت الثاني على احسن 8 سلام، وعملت 58 كيلو سباحه متصله بدون توقف. والحمد لله الحمد لله، كان ساعتها سافرنا في انجلترا، سافرنا في بلجيكا اللي اتعمل فيها البطوله. فوز الابراشي كان من ابطال مصر في تنس الطاوله. بعت اتنين من القنصليه. نعم. عشان ياكلوني في خلال ال 24 ساعه وانا عايم. تضافر المصريين في الغربه. طبعا. وفي كل مكان لما بنكون في 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 حاجه محتاجه نقف كلنا بنقف. تحس فعلا التعاون، هم دول المصريين. طب حضرتك معلش، الصوره دلوقتي على الشاشه تاني. الصوره دي صوره انا مش عايزاها تتشال من على الشاشه الحقيقه. ربنا صوره رائعه فيها كل المعاني زي ما قلت الحمد لحضرتك. لله. طيب انا عايزين نتكلم كده الاداء الحركي، يعني هي تعتبر يعني فيها نوع من الاعجاز. ازاي حضرتك كنت بتادي هذا الاداء الحركي الماهر فيها درجه حراره طبعا ميه طبعا درجه حراره معينه
معينة بتبقى إلى حد كبير مختلفة عن العادي، مسافات طويلة. إزاي حضرتك كنت بتصارع مثل هذه التحديات؟ صدقيني لو أقولك إن أنا حد علمني هقولك ما فيش حد يقدر على قدر ربنا، هو الوحده اللي يقدر. ونعم بالله. انا كنت بعوم بايد واحده وبحط ايدي في الميه. كنت حضرتك بتعوم بايد واحده. المفروض ان انا هحود يمين او يعني هلف حوالين نفسي. صدقيني القدره بتاعت ربنا انه يديلك السكيلز، المهارات، ان انت ازاي تتحكم في ايدك داخل الميه، وازاي كتفك ده يتحمل صعوبه ان انت تشيل جسمك وتشيل وزنك وتشد في الميه تحت في درجه حراره ميه 17. فصدقيني طالما النيه سليمه وطالما ان انت عايز تعمل حاجة لبلدك وتعمل حاجة فيها خير لغيرك، نعم، صدقيني ربنا بيقف معاك وبيديلك وبيزيدك وبيقف في ظهرك. بالتأكيد. فالحمد لله انا ما اقدرش اقول لك التكنيك ده انا اخترعته، لا، كلها الله. من ربنا سبحانه وتعالى. ونعم بالله. اخلص النية لله هتلاقي ربنا من يتق الله يجعل له مخرجا. وياريت يا فندم الكلام ده يسمعه الكثير من الشباب، ويسمعه الناس دلوقتي، يعرفوا قد ايه يعني ان الانسان قادر ان هو يتحدى نفسه ويتحدى العالم ويتحدى الاعاقه ويتحدى اي مشاكل ممكن تقابله، يقدر فعلا يكون انسان يعني ليه اهميه لنفسه والمجتمع. ويمكن احنا في الفتره الاخيره بنلاقي يمكن عدد يعني شكل كده من التراخي بيكون متوفر ليهم جميع الامكانيات الحقيقه، ولكن للاسف مفيش انتاج، مفيش عندهم حتى القدره او الطاقه الايجابيه اللي بتساعدهم على التحدي. انا شايفه هنا كم طاقه ايجابيه الحقيقه رائع لا يمكن ان يوصف او تعجز الكلمات فعلا عن وصفه. الحمد لله. الحمد لله. طبعا انا يعني برضو عرفت ان حضرتك كتبت كتاب اسمه قاهر المنش. هذا الكتاب اكيد يعني كان كتاب مختلف وفريد من نوعه، بيحكي الكثير من الحكايات والاسرار الخاصه بحضرتك كسباح مصري عالمي. الحمد لله. السباح المصري العالمي خالد شلبي. اتفضل يا فندم اتكلمنا عن الكتاب. الكتاب ده انا كنت عامله اصلا. اول حاجه بس الصوره اللي على الشاشه دلوقتي دي اولادنا بيطلعوا دلوقتي عشان يرفعوا علم مصر. عايزين بقى نشوف اللقطه دي بالتفصيل. اللي هم دخلوا على فرنسا دلوقتي دول اللي انا ده فرنسا على شاطئ فرنسا. وده انا داخل على المركب عشان اختم الساعه بتاعتي. وخليت ولادي هم ينزلوا عشان هم اللي يروحوا يرفعوا العلم على الجانب الفرنسي. الله. أنا بشكر الإعداد بتاعك الحقيقة، وبشكر الناس اللي بتسلسل الأحداث بالشكل الجميل ده. والله ده أقل شيء نقدر نعمله يعني إحنا. تحياتي لقناة مصر الزراعية، قناة تحياتي فعلا. لن نفيك حقك يا فندم الحقيقة فعلا. بصراحة هذا المشهد الرائع هو مش فقط أحمد أسامة طالع أهو. أحمد أسامة أيوه. ومحمد الحسيني أيوه. ده محمد الحسيني اللي على اليمين وده أنا بختم علشان أسمح لهم بالنزول علشان يروحوا على الجانب الفرنسي. طيب كيفية تفاعلهم يا فندم مع حضرتك وكيفية الاستجابة وإزاي كانوا بيتعاملوا مع حضرتك أو حضرتك بتعاملهم إزاي؟ يعني دي نقطة مهمة. الكواليس بقى اتعودنا نقوم نصلي الفجر مع بعض كلنا. نقوم نصلي الفجر الدنيا كلها تحت رجليك. الله الله. حضرتك بتقول كلام الحقيقة. ما تقلقش ما تخافش من حاجة بقى. صحيح. اللي جاي كله ملوش أي لازمة. طالما قمت الصبحية ومتكل على الله سبحانه وتعالى. ونعم إن شاء الله ربنا هيكرمك. فالولاد دول أنا أهم حاجة عندي. صحيح. الأخلاقيات والتعاملات والأدب والاحترام وفرض ربنا تعمله وتتقي الله. تتقي الله ولا منش ولا 60 منش. هتبقى مصري جدع وهتعمل اللي عليك. بالتأكيد. الحمد لله. الحمد لله. الحمد لله. نرجع فندم لي يعني إن إحنا حضرتك وثقت هذه اللحظات التاريخية الجميلة في كتاب قاهر المنش، واتكلمت فيه عن حكايات وكواليس وأسرار مراحل كثيرة جدا في حياتك. نتكلم عن هذا الكتاب وتأثيره والكواليس الذي تضمنها أو تضمنتها صفحات هذا الكتاب القيم. الحمد لله. الكتاب ده أنا حكيت فيه قصة حياتي كلها، وكان الهدف منها حاجتين. تبقى عبرة لولادنا وللأجيال القادمة. نعم. عشان الناس تعرف إن ما فيش حاجة اسمها مستحيل. صحيح. وإن أنت مهما وصلت في أعلى الدرجات لازم دايما تبقى لو بروفايل، يعني تحني راسك لربنا سبحانه وتعالى. نعم بالله. عشان ربنا يكرمك. نعم. خد بالأسباب واعرف إن ربنا هو الأول والوسط والآخر في أي حاجة بتعملها. خد بالأسباب واعمل اللي عليك، بس دايما حط ربنا قدامك ووراك وجنبيك عشان ربنا يكرمك. طبعا. الكتاب ده أنا عملته وعملت الدخل بتاعه يخصص لثلاث حاجات. اول حاجه مستشفى سرطان الاطفال. تاني حاجه مستشفى ابو ريش للاطفال. ثالث حاجه لصندوق تحيا مصر. وما خليتوش في ايد اي حد. اللي يروح يعمل تبرع يبعت لي الوصل.
أبعث له الكتاب ولو حتى في آخر بلاد الدنيا. يعني حضرتك يعني زي ما يكون كده عطاء بيولد عطاء، يعني الكتاب حضرتك كتبته يعني دخله لمستشفى السرطان، مستشفى أبو الريش، صندوق تحيا مصر. أيوة. وهي شجرة من العطاء، حتى اللي عايز الكتاب المفروض إن هو يكون متبرع أو يكون لي يد معطاء. أنا بعتبر لغاية النهاردة إن صندوق تحيا مصر هو وتد الخيمة لجمهورية مصر العربية. طبعا وتد الخيمة اللي بيوفر كل الوزارات بتاعتنا، واللي بيوفر كل مشاريع بتتعمل. تلاقي صندوق تحيا مصر هو الباكينج اللي بيوفر أي عمل بيتعمل في مصر. بالتأكيد. فأنا شايف الكلام ده وحافظه وشايفه قدامي. طبعا. وشايفه بيحصل في مشاريع كتيرة في بلدنا. والحاجة الجميلة كمان اللي عايز أقولها، من ساعة لما السيد الرئيس كان بيدي إشارة البدء لقناة السويس الجديدة، كان عامل إيه؟ لما جه يدي إشارة البدء ويدوس على الزرار، مش هو اللي داس على الزرار، جاب كل الأطفال اللي حواليه وكل الله. المشاركين مستقبل، خلاهم يحطوا إيديهم معاه. ده اللي أنا عملته مع ولادي في المنشا. صحيح. إن أنا بدل ما أخد اللقطة وأطلع عشان أرفع العلم، وكان نفسي أرفع العلم طبعا، ده حاجة شرف لي. أكيد. لكن ولادي اللي هم هيطلعوا في المستقبل، اللي هيستلموا مني، هم دول المفروض يطلعوا ويرفعوا العلم ويحسوا بقيمة العمل. صحيح. والناس تبص عليهم هم شباب صغير. فده نفس الحاجة اللي عملها السيد الرئيس في افتتاح قناة، جاب كل الولاد الصغيرين وجاب كل المشاركين، محطش ايده وداس على الزرار. هي دائما الرئيس فعلا يعني بيبقى كده في صور إنسانية، بيدي إشارات، بيبقى لها إشارات وليها جميلة. معاني وليها ملامح وليها دلالات وتتبعها الحقيقة. يمكن العالم يعني مش في مصر بس، حتى في العالم كله. مزبوط. وإشارات إلى المستقبل. يعني مزبوط. ليها نظرة ثاقبة ونظرة يعني واعية ودايما سابق الزمن. وده اللي بيعجبني في معالي الوزير الدكتور أشرف صبحي. كنت لسه هتكلم عن معالي الوزير أشرف صبحي. وعن دور وزارة الشباب والرياضة في دعمكم يا فندم. ده الراجل ده ساعتك تلاقيه بالليل في برج العرب بيتفرج على نهائي كاس مصر. الصبحية تلاقيه 7 الصبح فين؟ على طريق السخنة بيتابع ماراثون الدرجات أو الجري اللي بيحصل. في زخم رياضي بيحصل في مصر. صحيح. امبارح مثلا فريق كرة اليد فاز ببطولة افريقيا تحت 21 سنة الحقيقة، وده حاجة جميلة برضه. والولاد البنات اللي طلعوا 7 العالم. صحيح. في مقدونيا. كل الكلام ده في بطولات عالم اتعملت هنا، العالم كله بيتكلم علينا. صحيح. بس احنا عايزين بقى نركز بقى مع بلدنا، وكلنا نقف ورا الناس اللي موجودة اللي بتشتغل، ونعمل لها باكينج، نقف في ظهرهم ونتكلم عن بلدنا، وكل واحد يقدر يعمل حاجة إيجابية يعملها. صحيح. ويعملها. يعني مش لازم نقعد نتفرج على بعض بقى. دي كلمه حلوه قوي، مش لازم نقعد نتفرج على بعض. طبعا. كل اللي يقدر يعمل حاجه يعملها في مجاله. خلينا احنا كلمه الانا دي. صحيح. مش كويسه. يمكن الرئيس الفتره الاخيره كمان بيركز على قيم معينه، اللي هي ان احنا نشتغل في جماعه، فكره الجروب، او ان احنا نشتغل في جروبس، ويبقى مزبوط. عندنا القدره ان احنا نشتغل برضو يعني تحت ضغط واندر ستريس وبريشر، ولازم يكون في عندنا قدره على التحدي، لان طبعا اللي موجود دلوقتي صعب فعلا. أكيد. تحديات كتير ليس فقط على مستوى مصر ولكن على مستوى العالم كله. أكيد. طيب احنا هنرجع تاني للكتاب. المقدمة الخاصة بكتاب قاهر المنشي، هذا الكتاب القيم اللي حضرتك يا فندم السباح المصري العالمي خالد الشلبي أصر الكابتن محمود الخطيب رئيس طبعاً. النادي حبيبي الأهلي محترم. على كتابة محترم. مقدمة هذا الكتاب. يعني دلالة بقى كتابة هذه المقدمة، ولماذا أصر على كتابة؟ هقول لحضرتك حاجة. كابتن محمود الخطيب أنا أعرفه من 38 سنة. كنت في أول محاولة ليا، كنت طلعت على نفقة والدي. التحدي السباحة في الفترة دي من 38 سنة، الناس شاكين أنه ممكن أعوم أو أعدي المنش. فقالوا لي مين السبونسر بتاعك؟ فوالدي كان هو اللي دفع لي فلوس تكلفة البطولة. فلما نجحت وكده، ف المفروض ان كان الاتحاد كان يديني الفلوس بتاعتي. فما ادهنيش. فروحت للكابتن محمود الخطيب، قلت له يا بيبو انا حصل معايا كذا كذا، وانا حققت وعملت حاجه لبلدي، فانا عايز فلوسي اللي دفعتها. صحيح. كلم الدكتور عبد الاحد جمال الدين. تاني يوم كان فلوسي راجعه لي من وزاره الشباب والرياضه. الله. ورجعت الفلوس لوالدي، فروحت اشكره. قال لي حبيبي اشكر ربنا، ما تشكرنيش انا، اشكر ربنا اللي وقف لك واحد عشان خاطر يجيب لك فلوس والدك. صحيح. شكرا يا كابتن محمود. ومدى تحمل المسؤوليه من حضرتك ان حضرتك تصر على ان ترجع الفلوس لوالد حضرتك؟ طبعا. ده معنى تاني.
الإحساس بالمسؤولية وبحترم والإحساس بالأب وإن أنت تبقى حاسس بقيمة الأب اللي بيشتغل وبيكافح صحيح عشان صحيح. أربع أولاد فلازم أنت حاسس بقيمة الحاجة اللي اتعملت وإزاي أن أنا أقول لأبويا متشكر وكتر خيرك ومرسي أبويا كتر خيرك والله إحنا مش عارفين نتكلم عن إيه ولا إيه يعني حضرتك برضو وإنت حضرتك أنا أسفة بتتكلم رسائل كتير أعتقد أي حد قاعد قدامنا دلوقتي رسائل كتير جدا بيستفيد منها يعني برضو معنى الإحساس بالمسؤولية وتقديس الأب ودي حاجات برضو من الحاجات اللي احنا يمكن ربما مفتقدينها بعض الشيء مش هنقول طبعا الا من رحم ربي واحنا بنتكلم بشكل عام طبعا اكيد في ناس كويسين وفي ناس على اعلى مستوى في البلد ومصر دايما ذاخره بالخير طيب احنا لو حبينا نتكلم بقى عن فتره انجلترا حضرتك سافرت انجلترا وقعدت هناك فتره كبيره وكان ليك العديد من البصمات خلال هذه الفتره لو حبينا نتكلم عن دور حضرتك في خدمه ذوي الهمم او القادرين باختلاف وكبار السن بس قبل ما نتكلم يا فندم الإعداد برضو مجهز لنا صورة أخرى صورة مين اللي نايمين يا فندم صورة أنا نايم على موتور المركب والكابتن شربت على شمالي ومحمد الحسيني نايم على اليمين وأحمد أسامة البطل نايم على الشمال حاطط ايدي الاثنين ده بعد ما خلصنا المهمة وبعد ما خدنا مكالمة الدكتور أشرف صبح لينا كلمني وأنا على حدود فرنسا بقول لي انتوا كويسين يا خالد قلت له كويس يا فندم الحمد لله كتر خيرك قال لي عاملين ايه قلت له كويس طبعا وبعد ما صورنا بعلم مصر فكانت فرحة ما فيش بعدها فرحة طبعا فدي كانت بقى ايه يعني من 3 الصبح لغاية الساعة 3 بعد الظهر تاني يوم فخلاص بقى كنا تعبنا فالحمد لله يعني صحيح ده واحنا راجعين انجلترا تاني يعني لا بصراحة صورة بألف صورة الحمد لله صورة الحمد جميلة لله. وصورة يعني فيها برضو معاني وتفاصيل كتير جدا وكل تفصيلة فيها لها معنى وليها دلالة والفرحة دي كان الفرحة ده بيصرخ بيقول لي تحيا مصر من هناك وكنا بنسجل الكلام ده طبعا كله الحمد لله الحمد لله لا بصراحة صور رائعة وفعلا هي صور للتاريخ الحمد يعني لله. توفيق لهذه الفترة لو الأسبوع الجاي إن شاء الله أحمد أسامة ده أنا طالع بيه الأسبوع الجاي 1/9 عشان نكسر الرقم عبور المنش اللي موجود في انجلترا نكسر الرقم القياسي لعبور المنش في انجلترا يوم 1/9 القادم ان شاء الله العومه يوم 3/9 باذن الله ان شاء الله بس احنا هنكون في انجلترا 1/9 مع احمد اسامه ان شاء الله وكنا عند معالي وزير الشباب والرياضه واحنا هنكون معاكم ان شاء الله يعني اسره مصر كل يوم هتابع مع حضرتك هذا الحدث لحظه بلحظه وان شاء الله توعدنا حضرتك تجي لنا زياره بعد عوده حضرتك لان دي نماذج مضيئه احنا دايما بنحب نقدمها في برنامج مصر كل يوم ده شرف ليا يا الله يخليك يا فندم وان شاء الله يكون معاك برضو يعني احمد اسامه ان شاء الله يكون مع حضرتك إن شاء الله. طيب نرجع مرجعنا يا فندم إلى هجرة حضرتك لإنجلترا وحضرتك قعدت فيها فترة طويلة وكان لحضرتك بصمات كثيرة في مجال العمل الخدمي خاصة فيما يتعلق بذوي الهمم وأيضا كبار السن نتحدث عن هذه المرحلة ومدى تأثيرها في حضرتك وتأثيرها أيضا على المستوى الاجتماعي أنا لما سافرت إنجلترا في أواخر التسعينات قلت لازم اتعلم كل حاجه بتحصل هناك نعم. لازم افهم الدنيا ماشيه ازاي ما اخدش حاجه سماعي طبعا. اعرف القانون الانجليزي بيقول ايه درست القانون الانجليزي من سنه 2018 من سنه 1918 1918 لغايه 1994 حلو قوي كل المستجدات اللي موجوده فيه ازاي الناس بتتعامل مع بعض ازاي الناس بتمشي في الشارع وايه القانون بيقول ايه والتعاملات كلها ازاي ورحت حاجة اسمها Citizen Advice Bureau مكتب خدمة المواطنين نعم وتعلمت ازاي اقدر اتعلم منهم ازاي تقدر تبلور اي مشكلة وازاي تجد الحل ليها ازاي تبلور المشكلة وتجد لها الحل في نفس الوقت من خلال القواعد واللوائح المنظمة عندهم جميل رائع Citizen Advice Bureau ده بيخدم الناس اللي هم ما يقدروش يروحوا لمحامي فبالتالي قعدت اتعلم 3 سنين بسمع ما بتكلمش بعد ال3 سنين بقيت اتكلم انا هم يسمعوا الله حتى منهجية التفكير وطرق التعامل مع القوانين الخارجية طبعًا. مهم طبعًا. جدا يعني طبعًا. تشرف كمان للمصريين الحمد يعني لله. الحقيقة لغاية 2009 اتكرمت من جوردن براون رئيس وزراء بريطانيا عزمني على 10 داونينج ستريت كواحد من الكوميونيتي هيرو الناس اللي عملوا خدمات جليلة للمملكة المتحدة نعم وكنت عملت فند ريزنج ماني لي يعني كنت بحاول أشوف تدفقات نقدية علشان كبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة نعم إنجلترا السقعة فيها
في الشتاء تخلي قارصة. كبار السن ممكن يعني يحصل لهم لا قدر الله يحصل لهم حالات وفاة لعدم تدفئة المنزل بصورة جيدة. لأن طبيعة البيوت القديمة بتبقى ما فيش فيها لوفت انسوليتنج، يعني العزل الموجود مش موجود كويس. فالحمد لله استطعت نعمل فند ريزنج ماني من السكوتش باور وبريتش جاز شركات الطاقه اللي هم يبرعوا ب 3 مليون جنيه استرليني. 3 مليون جنيه استرليني لخدمه كبار السن الموجودين في بريطانيا وذوي الاحتياجات الخاصه. وكانت في مدينه ليفربول، يعني كنت بخدم مدينه ليفربول. الله. فالحمد لله اتكتبت لي عندهم هناك يعني، وعزموني في الهاوس اوف لورد اللي هو زي مجلس الشيوخ. وعملت برزنتيشن عن الكلام ده واللي حصل وتخيلاتنا ايه في المستقبل. فبيقولوا لي في عندكم حاجه زي كده في مصر، بيسالني واحد من اعضاء مجلس الشيوخ. قلت له احنا ما عندناش كده بالظبط، بس ما عندناش حد بيبات من غير عشاء. الله الله. لا الحقيقه بصراحه رسائل جميله فعلا يعني لله. وتشرف المصريين في خارج مصر. طيب عايزين نتكلم برضو عن دور مهم جدا، دور وزاره الشباب والرياضه بشكل عام في دعم الرياضه، خاصه ايضا فيما يتعلق بالتنسيق والاشراف على البعثه المصريه لعبور المانش. عايزين نتكلم كده كان دورها ايه وكميه الدعم التي تم رصده لهذه البعثه. الدكتور أشرف صبحي من 2013 من قبل ما يبقى وزير كان مساعد لوزير الشباب والرياضة. هذا الرجل لو هقول لحضرتك أنه الوعي والفهم الرياضي عنده والحس الوطني عنده كأنه شاب عنده 18 سنة. وقف معايا في البطولات لما نزلت من إنجلترا في 2013، وقف معايا عشان يساعدني انه يجيب لي الطياره هليكوبتر بدون مقابل، طياره هليكوبتر بدون مقابل عشان تصور الحدث بتاع فرد علم مصر على وش الميه بالسباحين الاجانب. اشرف صبحي ووزاره الشباب والرياضه كان ساعتها لسه لا يملك السلطه في اي حاجه يعني. نعم. لغايه ما بقى وزير عملنا 3 ايفنتات، كان هو معايا في كل ايفنت واقف في الخط الخلفي بيساعد مش في الصفوف الاماميه قبل ما يبقى وزير. فبالتالي فاهم خالد شلبي بيعمل ايه وعارف انا في ايه البلدي وعايز اعمل ايه حتى قبل ان يتقلد منصبه في وزاره الشباب والرياضه. بقول لحضرتك واحنا بنفرد علم مصر في قناه السويس في 2015 كان موجود معايا على ظهر المركب وما سابنيش لحظه من ساعه لما ابتدينا لغايه ما انتهينا والولاد كلهم طلعوا من الميه بسلام. جميل. فالفكر ده الفكر بتاع الراجل اللي هو المحب الشغوف على بلده، الراجل اللي بيشتغل يعني هقول لحضرتك حاجة. ساعة الموجة بتاعت الكورونا كانت الناس كلها بتشتغل من البيت. صحيح. بالظبط. اتنين في مصر ما كانوش بيشتغلوا من المنزل. مين هم؟ معالي رئيس الجمهورية والدكتور والدكتور مصطفى، كان من المهندس مصطفى والدكتور أشرف صبحي. والدكتور أشرف صبحي. التلاتة دول كانوا كل يوم في حتة. صحيح. بيطمنوا على بلدهم. ولمسنا ده احنا كنا بنشوفه فعلا طبعًا. بنفسنا على أرض الواقع بينزلوا وبيشوفوا كل شيء وبيتابعوا الحقيقة. احنا طبعا في كل الرسائل دي يا فندم، كل الرسائل دي حضرتك، الرسائل دي المفروض للشباب وللناس اللي موجودة تفهم طبعا إن أنت طالما تقدر تنزل وتخدم، والراجل لابس الماسك معالي رئيس الجمهورية وأشرف صبحي بقولك بالليل يبقى في هنا والصبحية في الحتة تانية. الناس ما بتنامش عشان بلدنا. طب احنا بقى ما نتعلمش من الناس دي ان احنا نخدم ونعمل حاجة عشان ولادنا يتعلموا والجيل اللي طالع ما هو الإعلام له دور طبعا، ان الإعلام يبتدي يركز على الرسائل والإشارات الإيجابية اللي بيديها معالي رئيس الجمهورية والوزراء اللي موجودين. يعني كان في بطولة العالم لكرة اليد بتتعمل في مصر و32 دولة موجودة وكان البيت الأبيض كان بيترمي بالطماطم. صحيح. لما دونالد ترامب كان مش عايز يسيب السلطة بالزبط. هناك بالظبط. طب حضرتك شايف يا فندم دور الإعلام والقوى الناعمة؟ بالتأكيد طبعا احنا في الفترة الأخيرة الرئيس بيركز جدا على الإعلام وعلى القوى الناعمة. مزبوط. في الفترة الأخيرة حضرتك شايف دور هذه القوى، خاصة ان احنا ربما بنواجه موجة من التحديات وبعض الأفكار والبيانات المغلوطة لما بيلاقوا في نماذج ناجحة سواء داخل مصر أو خارج مزبوط. مصر. حضرتك شايف إزاي ممكن للإعلام والقوى الناعمة أنها تساهم أيضا في تسليط الضوء على هذه الأرقام القياسية التي يحققها المصريون سواء داخل مصر أو خارج مصر؟ لازم يحصل إحلال وتجديد للفكر اللي موجود. بالظبط. إحلال وتجديد يحصل. ما ينفعش النماذج تبقى موجودة لأربعين خمسين سنة. نعم. عدرت خمس ست عصور وبتتكلم على اللي المفروض يحصل إيه. لا. لازم ندي الفرصه للعقول الشابه اللي طالعه الجديده. صحيح. نقول له من فضلك تعالى انت راجل بتذاكر كويس
وراجل بتتكلم كويس واللغه العربيه عندك ممتازه مظبوط، ادي اتجاهات الدوله بتاعتنا، الاشارات بتاعه سياده رئيس الجمهوريه بدي كذا، الراجل بينزل يركب عجله في الفجر صحيح في وسط الشباب في وسط الشباب وفي وسطنا. طب احنا ما ناخد دي صحيح اشاره ان احنا نركز عليها في التلفزيون وفي القنوات الفضائيه بتاعتنا، نعم، ان احنا نقول للناس ده نموذج اشتغلوا عليه عشان صحتكم صحيح، وعشان حتى ده في انجلترا يا فندم بعد اذنك الناس بتركن عربياتها بره في لندن وتخش بالعجلة او تخش على مترو الانفاق، ثقافه يا فندم. فاحنا النهارده المشروع الكايرو بايك اللي اتعمل جديد في محافظه القاهره بالظبط حاجه كويسه، عايزينه يتعمل في كل المحافظات. كل دي كانت اشارات من امتى؟ من 2013 من 2014 من لما السيد الرئيس دخل في اول مره وركب العجله ثاني يوم وراح الكليه الحربيه صحيح. اشاره المفروض بقى احنا نستغلها ونشتغل عليها. اشرف صبحي كل اسبوع يا اما مع الجماعه بتوع البايكر، يا اما مع الجماعه بتوع الدراجات، يا اما ماراثون جري، يا اما افتتاح، يا اما متابعه القريه الاولمبيه اللي بتتعمل الجديده قدام المدينه. طيب الكلام ده يتركز عليه بقى. وبعدين احنا يمكن في الفتره الاخيره بنركز على الاقتصاد الاخضر وبنركز على البيئه الخضراء والطاقه الجديده والمتجدده برضو، فدي نقطه مهمه حضرتك اثرتها ان احنا بنتكلم يعني بنتجه الى كل ما هو نظيف وكل ما هو صديق للبيئه. وطبعا البايك او العجله من الحاجات المهمه جدا اللي ركز عليها الرئيس. يعني احنا شايفين فعلا ان كل الاتجاهات في الفتره الاخيره تحت القياده السياسيه الراشده بتمشي في اتجاه واحد وكل مجال بيخدم الآخر الحقيقة. طب احنا عايزين نتكلم بقى، يمكن حضرتك قلت على نقطة مهمة جدا ان الرئيس دايما بيشجع الشباب وان الشباب فيهم كوادر عظيمة جدا طبعا، وان هم يقدروا يكونوا سباقين وليهم الريادة في كافة المجالات طبعا. طيب احنا عايزين نتكلم بقى عن محمد الحسيني بشكل خاص طبعا. وحضرتك يعني كنت متبني ولا تزال متبني هذا البطل، شاب مصري من اصحاب ذوي الهمم. كلمنا عنه بقى، عن قرب ازاي قدر يقهر المستحيل، ازاي قدر ان هو يعبر بحر المانش في 12 دقيقه و 12 ساعه ودقيقتين. هو ما عبرش، هو كان ضمن فريق عبر، ضمن فريق عبر في 12 ساعه ودقيقتين. في 12 ساعه ودقيقتين ست سباحين تمام. وعبور المنش فردي دي مساله تانية خالص، دي حاجه تانية غير اللي احنا بنتكلم عنه. غير اللي احنا بنتكلم فيه، احنا بنتكلم في ان في ست سباحين من ضمنهم محمد الحسيني عبر المنش. يعني هو بتبقى زي عشان بس كل واحد بينزل ساعة، كل واحد مرحله ويطلع ساعه وتطلع ساعه وتطلع عشان الساده المشاهدين يبقوا معنا. هو بيبقى عامل عباره عن مرحله بعد الاخرى، كل ساعه كل تمام. واحد له الحق في النزول ساعه والتاني ينزل يكمل. جميل. ساعه والتاني ينزل يكمل. جميل رائع. فكل واحد فينا عام ساعتين في خلال ال 12 ساعه تمام، وانا اديت له الفرصه ان هو يخش مع احمد اسامه عشان يرفعه على مصر. جميل. على جانب الفرنسي. طيب دعم حضرتك بقى لمحمد الحسيني ودور حضرتك في انه يوصل لهذا المستوى لحد ما رفع على مصر. انا اتبعت الاشارات اللي شفتها من الناس، القيادات اللي موجوده عندنا، من واحد زي الدكتور اشرف صبحي، من واحد زي معالي رئيس الجمهوريه. الناس دي اللي بيقوم يصلي الفجر ده ربنا بيسهل له الدنيا كلها. طيب محمد علمته طيب صلاه الفجر. احنا دلوقتي معانا معالي وزير الشباب والرياضه الدكتور اشرف صبحي عبر الهاتف. اهلا بحضرتك معالي الوزير. بخير، اهلا وسهلا. اهلا بحضرتك يا فندم. احنا معانا دلوقتي في برنامج مصر كل يوم الكابتن خالد شلبي، قاهر بحر المنش اللي قدر يقدم نموذج رائع وفخر لجميع المصريين. كلمه توجهها الى هذا البطل المصري اللي قاعد في الاستوديو دلوقتي قدامي، وطبعا يمكن هو تحدث قبل يعني ما حضرتك تشرفنا بهذه المداخله عن دعم حضرتك للبعثه المصريه والاشراف والتنسيق من قبل وزارة الشباب في هذا الشأن. تفضل معالي الوزير. أولا مساء الخير وبحيي حضرتك، ومن خلال حضرتك يعني الراجل المحترم العظيم الوطني البطل كابتن خالد شلبي. الحقيقة يعني أنا مش بشوف كتير حد في قدرات ويعني صمود واستهداف أو عنده هدف بيمشي وراه وعنده حلم. يعني أحيانا كلنا بيكون عندنا فكرة نعم او حلم، لكن بنستصعبه او نستصعب نبدا الخطوه فيه. صحيح. لكن يعني الكابتن خالد شلبي من بدايته تماما، ويمكن كنا بنتكلم كده وهو يعني لعب كل الرياضات اللي لعب فيها مع ذوي القدرات الطبيعيه، وهو برضه طبيعي
بس نعم. هو عنده ربنا سبحانه وتعالى خاصه بحاجه يعني افضل مننا كلنا، لكن هو لعب هاندبول ولعب حاجات كتيره جدا مع فرق كبيره يعني. وخاض المغامره ان هو عبر المانش وهو بدراع واحد. نعم. وده يعني النهارده كده واحنا بنتكلم 35 كيلو عوم 35 ايه مش عارف مش 35 كيلو 35 ايه يا كابتن خالد تقول لي مايل يا فندم مايل 35 مايل وغير حدود مقاومه الموج والمد والجزر فبيوصل عدد من المايلز اكتر شويه. نعم. فده طبعا يعني حاجه يعني مش قليله. وبعدين كمان لددوا في ان هو يعمل حاجه تاني، خد اكتر من موضوع ان هو يجرب مع ولاده مع لاعبين بصفه خاصه من ذوي القدرات الخاصه، لكن المره دي ابتكر الموضوع يعني برضو جديد. نعم. لكن في نفس الوقت تحدي ماشي ان هو لازم يعني المانش ده يا هو يا هو، فان هو يعمل التتابع ويعمل دمج ما بين البطل السباح الطبيعي والسباح ذو القدرات الخاصه. نعم. بمختلفه ويعوموا معاه هو وكابتن شويت اللي بتشارك يعني الكابتن خالد الحقيقه، وان هم يعملوا يعني عوم كده يعني في حدود انا مش عارف 16 ساعه او 13 ساعه. صحيح. اللي صلح لنا وفي الطقس ده احنا بنشكره عليه لان هو ده حصل باسم مصر وبوطنيه شديده، ونستخلص من هذا الموضوع هو ان المصري له هدف مهما كان هو بيحققه. احنا بنشكرك كابتن خالد وبنشكرك على اعداد جيل وشباب بيؤدي حاجه لنفسه بيؤدي حاجه لوطنه كمان بكل عناصر الرياضه وادارتها واقتصادها وعملها. كل الشكر والتقدير وربنا يوفقك. شكرا. وعملت حاجه لوطنك كبيره جدا، احنا فخورين بيك وبيها وباحمد اسامه وبالحسيني ومدى وكابتن شروت وحضرتك، وكمان جبت معانا جنسيات اخرى تشاركنا. صحيح. تشارك مصر. يعني الف مبروك في انتظار المحاوله القادمه ان شاء الله. معالي وزير الشباب الدكتور أشرف صبحي، الحقيقة السباحين محمد الحسيني وأحمد أسامة رفعا علم مصر على الشاطئ الفرنسي كاب مدينة كاب جريني، وطبعا ده كان يعني سبق مهم جدا، وإن دل على شيء فإنما يدل على عظمة المصريين ودعم أيضا وزارة الشباب والرياضة يعني للشباب المصريين سواء داخل مصر أو خارج مصر. بنشكر حضرتك معالي الوزير على هذا الدعم الكبير، تعملون ليل نهار، واحنا كنا لسه بنتكلم دلوقتي حتى في اوقات الوباء وباء كورونا كان هناك عمل على قدم وساق على ارض مصر وفي جميع المحافل الدوليه. اشكرك جزيل الشكر معالي وزير الشباب الدكتور اشرف. شرف لينا دكتور اشرف، شرف لينا وكل الشرف ليا ان اتعاملت مع معالي الوزير اشرف صبحي المصري الجدع الاصيل. اشكرك يا فندم، كتر الف خيرك. شكرا جزيلا معالي الوزير. طبعا معالي وزير الشباب والرياضة الدكتور أشرف صبحي الحقيقة يمكن حتى من خلال هذه المداخلة قدم لمسات جميلة وقدم أيضا إشارات ودلالات كبيرة. مستخلص أو يعني إذا حبينا ناخد كده بعض الرسائل من خلال هذه المداخلة الهاتفية وكلام حضرتك توجهه إلى المصريين، إلى الشباب اللي قاعد بيتفرج علينا دلوقتي، إزاي يقدر يحاول ان هو يكتشف اهم المواهب اللي جواه اللي يمكن يكون مش واخد باله منها، ينميها ويثقلها ويقدر يتحدى بيها نفسه ويتحدى العالم كمان. اول حاجه ما فيش حاجه اسمها مستحيل في الدنيا. نعم. طول ما في ربنا في امل. طالما انت تعترف ان في ربنا في امل في بكره. نعم. وفي امل ان حاجه تتحسن للاحسن. اهم حاجه ان انا ما اقعدش واحط ايدي على خدي واستنى الفرج من عند ربنا. لازم اخد بالاسباب، اعمل اللي عليا واجتهد. نعم. وربنا هيحاسبني على السعي بتاعي، انا سعيت ولا ما سعيتش. صحيح. سعيت هتلاقي لازم فرج من ربنا وكرم ليك. ما حصلتش النهارده هتحصل بكره. نعم. هتحصل بعد بكره، اهم حاجه يكون عندك امل في بكره وتكون راجل بتحب بلدك وبتحب وطنك. وان الاعاقه الحقيقيه ما هياش في الايد ولا في الرجل، في الذهن.
في التفكير، طريقة التفكير، في التفكير نقصد يعني وفي قلبك وحش ما بيحبش الناس. صحيح. لازم تحب نفسك عشان تعرف تحب اللي حواليك وتحب بلدك عشان ربنا يوقف في ظهرك. طيب عايزين نتكلم برضو على شق معين مهم جدا حضرتك أشرت إليه في معرض حديثك في بدء الكلام، وهو توجيه مصادر الدخل إلى المستشفيات وإلى أوجه الخير. طبعا. عايزين نتكلم عن هذه المرحلة، لأن طبعا دي نقطة مهمة جدا إن إحنا يكون لينا برضو جزء بيقتطع من مصادرنا بنوجهها إلى أوجه الخير، وبكده بنقدر فعلا إن يبقى في نوع من أنواع اللحمة والتكاتف. طبعا. والمعاني دي فعلا معاني حقيقية مش طبعا. كلام طبعا. يعني حضرتك كنت خير مثال لذلك. ربنا يخليك. هو الخير موجود في الشعب المصري كله والله، يعني الخير موجود في الناس كلها. صحيح. بس النهارده لازم نفهم بلدنا محتاجه ايه، اه، واللي حوالينا محتاجين ايه. بلدنا النهارده زي ما قلت لحضرتك ان صندوق تحيا مصر ده هو وتد الخيمه بتاع البلد دي. صحيح. هو اللي بيقف حائط الصد لاي وزاره بتعمل اي مشروع في مصر، بيحصل لها اي قصور في اي حاجه، تلاقي سياده الرئيس بيقول ايه، اعمل الموضوع ده. نعم. الموضوع ده هيمشي. الصندوق بتاع اللي هم الفقراء اللي بيساعدهم، واخد بال حضرتك، اللي هو الكرامه، صندوق الكرامه والتوت. صحيح. كل الحاجات اللي بتحصل دي محتاجه من الشعب المصري كله يحط ايده. طبعا. موضوع الفكه اللي كانت قالت بتاعه الجنيهات، الفكه ما بنستخدمهاش. انت ما بتستخدمهاش. صحيح. نستفيد منها يعني مثلا. هو جنيه على جنيه نقدر نعمل حاجه. طبعا. احنا طبعا. يمكن عندنا يعني زي ما بقول كده ثروه بشريه هائله. أيوة. أيوة. واستغلال مثل هذه الثروه في هذا التوقيت تحديدا. أيوة. اكيد هيكون ليه دور مهم جدا. طبعا. خلال مرحله. طبعا. البناء احنا شايفين كمان الرئيس بيستثمر في البشر وفي الحجر، يعني مش الحجر بس. صح. طبعا اكيد. صح. طيب لو حبينا بقى نتكلم يا فندم عن موضوع مهم جدا، وهي عايزين نشوف بقى اذا كان لحضرتك محاولات سباحه اخرى دوليه غير كده، يعني بنتكلم بقى على المستوى الدولي ومشاركه حضرتك في بعض المسابقات الدوليه، نتكلم عنها كده بشكل عام. انا 83 كانت اول محاوله لعبور البنش. نعم. في السبعينات. في السبعينيات بطولة الجيزة للسباحة. بطولة الجيزة للسباحة للأصحاب. حضرتك بطل من قديم الأزل، يعني من قبل حتى ما حضرتك تشارك في سنة 83. مزبوط. في هذا الحدث. في نادي التوفيقية كنت بعوم مع الأصحاب. عشان كده فكرة الدمج اللي جات لي كنت بقول قبل كده إن أنا وأنا عندي 4 سنين كنت اتعلمت سباحة، النهاردة أنا عندي 63 سنة، واللي عملته وأنا صغير نفسي أشوفه يتحقق. فالحمد لله مع القيادة السياسية اللي موجودة مع الدكتور أشرف صبحي لقيت ان كل احلامي بتتحقق لاولادنا فقدرهم باختلاف. نعم. انا عايز اقول ان احنا النهارده مع عمليه الدمج اللي بتحصل دي هنبقى اول دوله في العالم تعمل الدمج الرياضي. صحيح. دي الدمج الرياضي عشان نعرف الناس ثقافه التعامل مع الانسان من ذوي الهمم، عشان ما نجيش نفاجئ وانت ماشي في الشارع فتقول لا حرام، لا كذا، لا لا ده عندهم قدرات هائله ربما لا تكون عند الاصحاء مثلاً. يا فندم بس لازم نعرف ازاي نتعامل معاهم، ازاي نقدر ناخد وندي معهم عشان يبقى مواطن طبيعي في المجتمع ويصبح الانتاج الانسان ده انسان منتج. صحيح. واحنا عندنا حاجه اسمها التنميه المستدامه النهارده 2030. طبعا. يبقى لازم الناس دي يكون ليها شريحه تخش مع الاصحاء في نفس الكادر ويخشوا عشان يعملوا ده. نعم. للمستقبل. يمكن انا ما اشوفهاش في عمري لكن اللي قدام هيشتغل عليها. يحصل دمج في الرياضه، في السباحه ده يعوم مع ده، في التنس ماتشات ذوي الهمم تكون مع ماتشات الاصحاء عشان الجمهور اللي بيتفرج يتعلم. اللي الانسان اللي عنده ذوي الهمم ده ازاي بيعمل كده ويتفاعلوا معاه ويتكلموا معاه. طبعا. فنقدر نفهم بعض ونبقى. صحيح. كلنا نسيج واحد في المجتمع. الله. ما بقاش في حاجه اسمها نبقى قدرون باختلاف. فعلا بالظبط. مفيش فرق، احنا كلنا فعلا مهما كانت الطوائف ومهما كان الاختلاف، ولكن في النهايه احنا نسيج واحد وبنكمل بعض. ويمكن يعني حضرتك قلت يعني لا بنقول ان هو لا نثقل عليه بمهام معينه لانه عنده مثلا احتياجات خاصه، لا فعلا هو يقدر يقدم لمصر الكثير. مزبط. ربما يعجز الاصحاء عن تقديمه الى هذه الدوله. طبعا لو حبينا برضو نتكلم عن دعم الدوله المصريه الى الرياضه بقى بشكل عام. في جميع المناحي، كيف ترى دعم الدولة المصرية خاصة أن حضرتك كنت بتتكلم دلوقتي عن رؤية مصر الشاملة أو خطة مصر للتنمية المستدامة 2030؟ اللي بيحصل في مصر في ال4 سنين الأخيرة دول أو ال5 سنين الأخيرة صدقني ما حصلش من 50 سنة. نعم. أنا ما شفتوش. صحيح. أنا عهدت الرياضة المصرية من سنة
63 64 حضرتك شايف في اختلاف كبير يا فندم، اختلاف كلي وجزئي. بقول لك في زخم رياضي في الشارع المصري. نعم. الدكتور أشرف صبحي ما اشتغلش على الرياضة وبس، اشتغل على الشباب. صحيح. في فترة الصيف في كورسات بتحصل في وزارة الشباب والرياضة علشان الشباب يتعلم الحرفيات والحاجات اللي ممكن تعلمه، زي فك الموبايل، الترانزستور، الحاجات. نعم. في شغل بيحصل جانبي. الوزارة مراكز الشباب بقت مراكز شباب فعلا. نعم. ما بقتش حاجات كرتونية كده عشان الناس تقعد تشرب شيشة وتشرب قهوة، لا الكلام ده اتلغى. صحيح. في نادي النادي بيتعمل، الدكتور أشرف نفسه من 6 الصبح 7 الصبح تلاقي الراجل ده في الشارع، يا بيزور يا عامل زيارة مفاجأة يا كده يا كده. في زخم رياضي بيحصل. حتى احنا شايفين يا فندم يمكن ضمن ايضا مبادره حياه كريمه احنا شايفين الاهتمام بانشاء مراكز رياضيه ومراكز للشباب طبعاً. والاهتمام بتنميه قدرات طبعاً. الطفل منذ طبعاً. الصغر طبعاً. على الرياضه وان يكون ليه يعني رياضه ينفس فيها طاقته. ولما تلاقي عندك قدوه وزير الشباب صحيح بيحضر ماتش كوره يقوم قالع ولابس ونازل بيلعب كوره معاهم وبيبقى احسن من اي لعيب فيهم. صحيح. ينزل في الكاراتيه ينزل لابس بدلة الكاراتيه وبيأدي. نعم. في بطولة الهاندبول الأخيرة اللي حصلت في مصر هنا وكسبناها لو شفتي هو والبشمهندس مصطفى مدبولي، الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء وفريق مصر للهاندبول كانوا بيقولوا نشيد بلادي بلادي. لما تشوفيهم هم بيقولوا بلادي بلادي من قلبهم، دي إشارة. الله. إشارة بقى للشباب الصغير. صحيح. اتفرج على قوة راجل وزير الرياضة، الشاب الرياضي اللي بيتكلم، الشباب اللي واقفين بره كلهم لعيبة محترفين في الخارج. لكن لما القدوة المهندس مصطفى مدبولي والدكتور أشرف صبحي والناس اللي موجودة والدكتور حسن مصطفى ابتدوا يقولوا نشيد بلادي بلادي، وكلنا احنا واحنا قاعدين بنتفرج على التلفزيون انفعلنا معاهم. ويمكن احنا حسينا في الفترة دي يا فندم ان القلب يسبق اللسان. القلب يسبق اللسان. القلب يسبق اللسان حين قالوا بلادي مع بلادي مع الرياضة المصرية النهاردة. صحيح. القلب يسبق اللسان. نعم. مع الدكتور أشرف صبحي. انت عارفة الاتحادات الرياضية النهاردة في مصر او اللجان الأولمبية بتغطي كم شاب مصر؟ مليون؟ 2 مليون؟ نعم. احنا عندنا لا يقل عن 50 60 مليون شاب. صحيح. وزارة الشباب والرياضة النهاردة بتشتغل على ال 50 60 مليون شاب التانيين. طيب اخيرا وقبل ان انهي هذه الحلقة، انا مش عايزاها تخلص الحقيقة، هي حلقة من اجمل الحلقات اللي احنا عملناها الحقيقة في برنامج مصر كل يوم. انا اللي اتشرفت. كلمة توجهها الى فخامة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي في عهد تأسيس الجمهورية الجديدة. ربنا يديك الصحة ويخليك لينا. إن شاء الله بإذن الله هيبقى عندنا 99 مليون ناس فهموا إشارات الرئيس عبد الفتاح السيسي، وإن شاء الله بإذن الله ولادك اللي طالعين هيشرفوك، وكلنا في ظهرك يا ريس، توكل على الله في كل مشاريعك، كلنا في ظهرك، مصر بخير طول ما فيها الرجالة اللي زي حضرتك. شكرا. الحقيقة يعجز اللسان يا فندم عن وصف يعني هذه العظمة الحقيقة. شكرا جزيلا الكابتن خالد شلبي السباح العالمي وقاهر المنش، يعني حضرتك أضفت إلى تاريخ الرياضة الكثير والكثير، وننتظر إن شاء الله الأكثر على يد أبنائك يا فندم خلال المرحلة القادمة. أشكرك يا فندم جزيل الشكر. أنا اللي بشكرك وبشكر قناة مصر الزراعية، ده كان لي شرف ان اكون موجود مع حضرتك النهارده فعلا. ومداخله الدكتور اشرف صبحي طبعا دي اسلجت قلبي طبعا، يعني لان انا بكن له كل معزه واحترام، لان اعرف معنى وقيمه أشرف صبحي في الرياضة المصرية والشباب المصري عاملة إزاي. تحياتنا إلى وزير الشباب والرياضة الدكتور أشرف صبحي، وتحياتنا إلى رئيس الجمهورية طبعا الجمهورية طبعا. كل الاحترام الرئيس عبد الفتاح السيسي والتقدير على المجهود وعلى الرعاية بالتأكيد. اللي بنشوفها مع شباب مصر. شكرا جزيلا يا فندم. أشكرك جزيل الشكر. مشاهدينا الكرام، الدعم الكامل لكل الأبطال الرياضيين الذين يمثلون مصر في مختلف المحافل الدولية، ويحرصون دائما على ربما صناعة تاريخ مشرف ليس فقط لهم ولكن لوطنهم بالعزيمة والإصرار على النجاح والتفوق الرياضي. مشاهدينا الكرام، شكرا جزيلا لفريق الإعداد وفريق الإخراج وأيضا الفريق الفني خلف الكاميرات. أشكركم جزيل الشكر. كنت معكم أنا رانيا البليدي. إلى اللقاء.